إذا لاحظت، إذا رجعنا لبعض الأسابيع القليلة القادمة، نحن نقارن الأسابيع الوبائية ببعضها، هناك أدلة واضحة جدا على أن نسبة الانتشار المجتمعي بين المواطنين تزيد يوما بعد يوم. إحنا في الأسبوع الماضي كانت نسبة الفحوصات الإيجابية لكل 100 فحص تعادل 19%، قبلها كانت أقل، قبل عدة أسابيع كانت أقل من 10، مما يعني تماما أن نسبة الانتشار المجتمعي تزيد. الآن نحن لا نتطلع إلى الأرقام المطلقة فقط، بل نتطلع إلى نسبة الإصابة بين الفحوصات التي نجريها. فبالتالي يعني الدليل واضح، الأمور بينة، نسبة الإصابة للبشر بين المواطنين في الأردن كبيرة، وهذا يعطينا فكرة تماما على مدى التزام المجتمع بوسائل الوقاية والاشتراطات الصحية. أنا سمعت أحد المواطنين بيحكي عن استخدام الكمامة قبل شوي سيدي، يعني أنا للأسف يعني لا ألحظ هذا الالتزام الذي تحدث به المواطن عن الالتزام بالكمامة. فبالتالي انتشار مجتمعي لم يترك قرية، لم يترك بيت، لم يترك مؤسسة، لم يترك مؤسسة حكومية أو خاصة. الآن لا نتحدث عن بؤر، ولكن نتحدث عن انتشار واسع بين أبناء المجتمع الأردني لمرض كورونا سيدي. لكن النسبة دكتور لما توصل أكثر من 26% مؤشر خطير. وصلت بالأمس 26%، اليوم نزلت طبعا ل 19 إلى يعني 19%، لكن النسبة خلال الأسبوع ترتفع. طبعا ممكن السؤال ليش امبارح 26 واليوم 19%؟ احنا إذا امبارح يعني تعكس نتائج يوم الجمعة، يوم الجمعة هي لحالات معظمها حالات ملاصقة شديدة الملاصقة، لأن المختبرات الخاصة كانت مغلقة. اليوم تعبر عن حالتين، حالات ملاصقة جدا وحالات التي ذهبت للفحص في المختبرات الخاصة، وفي الجهتين عالية، 19 عالي، 26 عالي، قبل أسبوع كان أقل من هيك، والأسبوع اللي قبله أقل وأقل بكثير. لا يوجد أي شك لدي سيدي أو يعني لدينا في وزارة الصحة أن الانتشار المجتمعي يزيد يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع. طب السؤال الموازي مباشرة، إذا كانت الحالات تزيد أسبوع بعد أسبوع، هل من إجراءات جديدة للتعامل مع الزيادة والانتشار المجتمعي الذي يزداد؟ لأنه هذا بشكل عبء على الكادر الصحي. طيب سيدي، يعني هو الواضح تماما وبشكل بسيط يعني أنه هناك ضغط كبير الآن على الجسم الصحي الأردني، على المستشفيات الخاصة والعامة والجامعية والعسكرية. نحن نقوم بإدخال الحالات بشكل أكثر إلى غرف العناية الحثيثة، هناك إدخالات بشكل أكثر إلى غرف العزل العادية التي تتطلب بعض الأكسجين، وهناك أفضل طبعا مرضى يتلقون أيضا التنفس الصناعي عن طريق أجهزة التنفس الصناعي.